كان من ضمن الأحداث أمس كان قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الرئيس السيسي استقال أحد المراكب النيلية من مرسى فندق موفنبيك ولحد المخيم اللي انطلقت منه فعاليات المؤتمر أو فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب من لحد فندق هيلنن من موفنبيك لحد فندق هيلنن. والحقيقة صاحب السيد الرئيس مجموعة من المراكب النيلية باستقلال الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني اللي كانوا طبعا كلهم أو معظمهم من صعيد مصر. الجدير بالذكر بقى أن حركة المراكب بعد مرور مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتعشت بشكل كبير جدا، والحقيقة المواطنين بدأوا أن هم يقبلوا على استقلال المراكب دي علشان يتنزهوا في الجزر النيليه، من ابرزهم طبعا جزيره النباتات. والجولات دي الحقيقه بيجريها الرئيس على قد فعلا ما هي حاجه بسيطه، بس بتشير لحاجه مهمه جدا يمكن كنا اشرنا ليها امبارح، غير ان اسوان جميله هي بلد الامن والامان، كلها بلد الامن والامان. طيب تعالوا بقى نعرف تفاصيل. معانا بلال رئيس المركب. الو الو يا عم بلال، صباح الفل. صباح القشطه، ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي الجو عندك عامل ايه الاول؟ الجو 10 على 10 10 على 10. طيب صباح الفل. قول لي بقى، انت في المركب ولا انت شكلك في المركب؟ انا في المركب معايا زباين. معاك زباين. طب قول لي بقى يا عم بلال، امبارح حصل ايه؟ احكي لي. امبارح كان طلع مني بقولكش الجو كان 10 على 10. احكي لي بقى اللي حصل امبارح، ايه اللي حصل؟ اتفرجت على ايه وشفت ايه والناس كانت عامله ازاي والريس؟ احكي لي كده. السؤال ممكن دقيقه؟ طب احكي لك دقيقه. ايه؟ محمد انا مش سامعاك يا عم بلال كويس. طب الخط قطع واضح عشان هو في المركب بس الشبكه فيها مشكله، هنرجع نتصل بيك تاني. طيب معانا الاستاذ محمد عثمان عضو لجنه تسويق السياحه بالصعيد. يا استاذ محمد صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بيك يا فندم، تحياتنا لحضرتك طبعا. و سامعين ان من امبارح ما شاء الله يعني حركه السياحه منتعشه في اسوان. اسوان والاقصر. والاقصر، احكي لنا بقى كده، قول لنا ايه التفاصيل. الحقيقه المردود طبعا المردود بتاع زياره الرئيس الرائعه والتوقيت الرائع اللي فيه ذكاء سياسي قوي جدا، المردود مش هيظهر دلوقتي لكن هيظهر على المستوى الـ 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 القريب جدا، لان احنا اخذنا فكره كنا مطالبين بتغيير الصوره الذهنيه عن مصر. كنا مطالبين بتغيير الصوره المصريه الامنه عن مصر، والحقيقه زياره الرئيس احنا خلاص خدناها على طول وشيرناها لكل شركات السياحه والتور اوبريتورز والناس اللي بتشتغل معانا في الخارج. تمام. عايز اقول لحضرتك ان كون لاول مره احنا يعني التاريخ بيقول ان اول مره رئيس جمهوريه بيتجول في محافظه بحنطور. لاول مره رئيس جمهوريه يعني في رؤساء كبار جم الاقصر واسوان كده، كانت دايما في عربيات، لكن فكره انه يتجول بحنطور بجزء من تراث البلد بمركز في النيل، اعتقد ان المستفيد الاول والاوحد لزياره الرئيس لاسوان هو صناعه السياحه اللي مردودها يساوي 100 حمله اعلاميه. يعني انا لو عملت 100 حمله اعلاميه واعلاميه وطلعت بيها لفيت بيها اوروبا، الصوره اللي بعتناها لشركات السياحه ومكاتبنا في الخارج مردودها كان اقوى جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك ان كمان تلفزيونات العالم، يعني التلفزيون الانجليزي افرض جزء كبير جدا باعتباره من احد المهتمين بصناعه السياحه الثقافيه الاقصر واسوان، افرض جزء كبير جدا جدا من هذه من هذه الصور. تمام. بعتوا لنا شركات سياحه مثل هذه الاحداث، يعني انت بدات الحمد لله تنتعش السياحه الحمد لله في الاقصر واسوان. السياحه في الاقصر واسوان بتشتغل بقى لها فتره بنسب كويسه، يعني انا عايز اقول لحضرتك بس احنا عايزينها ترجع بقى يعني على قد على قدر قيمه الاقصر واسوان، على قدر قيمه يعني الجمال اللي موجود فيهم والمعالم اللي موجوده فيهم، وده كفايه الناس اللي يعني كفايه المواطنين اللي ساكنين هناك واستقبالهم للناس وحسن استقبالهم وكرمهم، يعني كل ده يا فندم يعني لازم يبان اكتر واكتر. يعني 2010 كانت الاقصر بتستقبل 4 مليون سائح. الاقصر السنه دي وصل لها الاعلى. يعني لم نصل الى هذا الرقم اللي هو 60% من هذا الرقم. انا عايز اقول لحضرتك ان لو حضرتك اتشرفت في الاقصر اصلا تحس بنوع من البهجه، المطاعم فتحت مره ثانيه، المحلات فتحت مره ثانيه، الناس مبسوطه بالسياحه، والموجود عندنا مش مجرد سياحه داخليه او سياحه خارجيه، سياحه خارجيه بقت داخليه، لا لا، بس انا من خلال حضرتك عايز اشكر السياحه الداخليه.
عايز اشكر كل مصري قرر ان ياخد اجازته في الاقصر واسوان. وعايز اقول لحضرتك ان مفهوم السياحه وحرص المصريين المحترمين الشرفاء اللي بيجي يزوروا الاقصر واسوان الحقيقه احنا كاهل الاقصر مدينين لهم بالشكر. انا شفت ازاي والله بعض الاسر الاب يعني بيضغط او بيزق اولاده ومراته انهم يشتروا. يعني انا شفت مناظر يعني هي روح وطنيه على قد ما احنا بنروح ونتبسط ونتفسح وكل حاجه. والله يا استاذ محمد كمان يعني هو واجب وطني، ما ينفعش يعني ان احنا نشوف عندنا مشكله في السياحه وما يبقاش في ناس فعلا يعني قلبها على مصر، والناس دي فعلا قلبها على مصر لدرجه ان هي بتروح ممكن تكون فعلا يعني مش معاها فلوس كتير، بس حتى بيروحوا علشان بس مجرد ان هم يساعدوا بعض. يعني اكيد روح التكافل دي رائعه، واحنا بنتمنى ان هي تفضل طول السنه باذن الله. البعد الاجتماعي رائع، بس يبقى امر واحد، لا نقصر السياحه الداخليه على اجازه نص السنه. ليه ما تبقاش الاقصر واسوان في الشتاء المكان الجميل الرائع؟ اهم الشيء الوحيد اللي هيحل هذا الموضوع حاجتين. مصر الطيران تبتدي تنظر نظره وطنيه لهذا المقصد السياحي المهم هو الاقصر واسوان، وتعمل حتى طياره مره واحده في الاسبوع. ثم ثانيا وزاره النقل تنظر بعين قويه للحاله المترديه للقطارات ما بين الاسر. اقول لسيادتك بقى الحاجه الثالثه، وزاره الثقافه لازم برضو تنظر للاقصر واسوان وتبتدي ان هي تنظم افلام، وتنظم حتى اذا يعني افلام وثائقيه بس بشكل جديد، ونبتدي ان احنا ندعو المهرجانات صناع السينما يدعو المهرجانات ان هي تقام في وزاره التربيه والتعليم كمان. لا مش بس والاوقاف تبتدي تكلم الناس على صوره ايجابيه عشان الناس اللي تشتغل في السياحه والمحتكين من السياحه يعرفوا حرمه الزائر. كل الوزارات معنيه انها تشتغل على السياحه، السياحه يا استاذ هانم هي اللي قدمت لمصر في 2010 14 مليار دولار في سنه، قيمه القرض اللي احنا بنجري عليه. صناعه السياحه قدمت وحدها للدوله في 2010 ثلاث مرات ضعف قناه السويس في 2010، لو نظرت الدوله قليلا، وانا اعتقد ان زياره الرئيس دي رساله للعالم. طبعا هتشوفي حضرتك المردود الرائع اللي هيتم ان شاء الله. ليها مردود واحنا لسه اهو الشتاء لسه، والاقصر واسوان من اجمل المدن اللي موجوده في الشتاء، هي مشتى وسياحه استشفائيه وسياحه ايضا يعني ترفيهيه وتعليميه وكل حاجه. اللي انا بس عايزه اشير ليه في النهايه يا استاذ محمد، ان يعني احنا يعني الرئيس عمل ده وبمنتهى البساطه صدر هذه الصوره والرساله للعالم بشكل بسيط جدا، وابتدت حركه السياحه تنتعش. طالما احنا بقى يا فندم عارفين ان ده المفروض يحصل، يبقى المفروض كل القيادات تعمل كده، كل المسؤولين تعمل كده، الفنانين طبعا اللي موجودين يعملوا ده، اي حد قادر ان هو او حاسس انه ليه جماهيريه حتى لو جماهيريه مش كبيره قوي يروح هناك يتصور ويعمل ده علشان خاطر بلده. لان انا بشوفكم ما شاء الله كده معظم الناس بيروحوا يتصوروا بره ويشيروا الصور في كل حته في الدنيا، واحنا حلوين اهو بنعرف نتصور في كل حته، فبلدنا أولى. بلدنا أولى إن احنا نقف جنبها، وبلدنا أحلى إن شاء الله، وأحلى طبعًا وهتبقى أجمل دولة في الدنيا لأنها تستحق إنها تبقى كده إن شاء الله. طبعًا طبعًا، وقريبًا بإذن الله يعني هتشوفونا بإذن الله في أسوان، نتمنى إن احنا نبقى موجودين معاكم بإذن الله قريبًا جدًا. بشكرك جدًا.